اصدقائي عم نطل عليكم انا ورينبو من جديد بعد غياب كثير طويل. اكيد انا ورينبو كثير 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 اشتقنا لكم واشتقنا ترجعوا تشاركونا وتتصلوا فينا وتخبروني كل المعلومات وكل الافكار اللي بتخطر على بالكم لكل الاسئله اللي بنطرح لكم اياها. رح اذكركم انه كل المطلوب منكم تفكروا كثير منيح تتصلوا فينا وتشاركونا اجاباتكم لحتى يكون عندكم فرصه اكبر تقدروا تدخلوا السحب نهار الخميس لتكونوا انتم نجوم الاسبوع من بين الرابحين. انا ورينبو تركين لكم الهديه مفاجاه لهذا الاسبوع لهيك ما رح اخبركم عنها اليوم مشان تتصلوا وكمان مشان تشجعكم اكثر تتصلوا فينا نهار الثلاثاء لانه رح تكون اخر فرصه لتدخلوا معنا السحب بنهار الخميس. رح نعرف رينبو شو مخبي لليوم ونقول ابدا يا رينبو. رينبو ستوب. رينبو اصدقائي وقف عند اللون البنفسجي وهاللون بيقول لعبة إماراتية شعبية عبارة عن قطعة زجاجية كروية الشكل حيث يتم لعبها بعدة أشكال بهدف الحصول على عدد أكبر من هذه القطع الزجاجية الكروية وهي من الألعاب المفضلة لدى الأولاد. ما هي اللعبة الشعبية التي تتألف من قطع زجاجية كروية الشكل؟ رح أرجع أكرر عليكم أصدقائي سؤالنا بيقول لعبة إماراتية شعبية عبارة عن قطعة زجاجية كروية الشكل حيث يتم لعبها بعدة أشكال بهدف الحصول على عدد أكبر من هذه القطع الزجاجية الكروية وهي من الألعاب المفضلة لدى الأولاد. ما هي اللعبة الشعبية التي تتألف من قطع زجاجية كروية الشكل؟ رح ناخذ أول اتصال ونقول ألو. ألو ألو. أهلاً أهلاً كيفك؟ الحمد لله. أنا كنت إجازة كان عندي امتحانات. كيفك؟ الحمد لله. كيفك؟ الحمد لله تمام ماشي الحال. خبريني حليمة قدرتي تعرفي شو الجواب؟ إيه. شو؟ التيلة. ما حد ساعدك صح؟ ماما. أوكي الله يحفظها يا رب. فاطمة رح تشارك؟ إيه. أوكي. ألو ألو. أهلا أهلا كيفك فاطمة؟ الحمد لله كيفك؟ الحمد لله تمام. خبريني عرفتي شو الجواب؟ تيلة. أكيد صح مليون أكيد. يا سلام مليون شكرا صديقاتي حليمة وفاطمة أخذت إجاباتكم التيلة إن شاء الله تكون صحيحة. يا ترى مين لسه من الأصدقاء رح يشاركونا؟ أكيد أصدقائي أنا ورينبو كتير اشتقنا لكم واشتقنا نسمع كل أصواتكم ونعرف مشاركاتكم وتخبروني مين عم يساعدكم أو لحالكم عم تقدروا توصل للمعلومات. أكيد كل المطلوب منكم تفكروا كتير منيح تتصلوا فينا وتشاركونا إجاباتكم. اتصال جديد ومنقول ألو. ألو 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 ألو. فرح أهلا وسهلا كيفك اليوم؟ الحمد لله الحمد لله. خبريني عرفتي شو الجواب؟ التيلة. متأكدة؟ كيف عرفتي طيب؟ بابا. أوكي الله يخليه يا رب. قولي لي فرح حدا رح يشارك؟ لينا. أوكي ألو ألو. أهلا أهلا كيفك لينا؟ الحمد لله الحمد لله. خبريني عرفتي شو الجواب؟ تيلا. اكيد اكيد. يا سلام شكرا لكم صديقاتي. هل اخوي حمزه شارك؟ طبعا عادي. الو الو حمزه. الو مرحبا كيفك؟ الحمد لله الحمد لله. خبرني حمزه قدرت توصل للجواب؟ تيلا. اكيد اكيد. كمان البابا ساعدك؟ آه. الله يخليه يا رب وشكرا لكم اصدقائي فرح لينا وحمزه. قدرت اخذ اجاباتكم التيلا ان شاء الله تكون صحيحه. رح ارجع اكرر عليكم اصدقائي اللون البنفسجي كان بيقول لعبه اماراتيه شعبيه عباره عن قطعه زجاجيه كرويه الشكل حيث يتم لعبها بعده اشكال بهدف الحصول على عدد اكبر من هذه القطع الزجاجيه الكرويه وهي من الالعاب المفضله لدى الاولاد. ما هي اللعبه الشعبيه التي تتالف من قطع زجاجية كروية الشكل؟ فكروا كتير منيح أصدقائي شاركونا صديقاتي حليمة وفاطمة فرح لينا وكمان صديقنا حمزة وكانت إجاباتهم التيلة. يا ترى إجاباتهم صح أو خطأ؟ أكيد رح نقدر نعرف بنهاية الوقت المخصص لهذا السؤال لكن هلأ لسه معنا شوية وقت تقدروا تفكروا تعملوا سيرش تسألوا جوجل تقدروا كمان تسألوا البابا والماما. أنا متأكدة رح يساعدوكم ويجاوبوكم ويخبركم شو الجواب الصحيح لهيك بتتصلوا فينا بسرعة وما بتخلوا رينبو يتحداكم أبدا. بتخبروني كل إجاباتكم لحتى تزيد فرصتكم تقدروا تدخلوا معنا السحب نهار الخميس وتكونوا نجوم الأسبوع ومن
بين الرابحين. فكروا كتير منيح يا أصدقائي، ريمبو راجع وبقوة ومشتاق لكم كتير، وكمان بدو يسمع أصواتهم كلكم. أكيد أصدقائي فرح ونور وشام وصديقي ويليام، مين كمان؟ ويارا، ومين كمان؟ كل أصدقائي أنا وريمبو عم نستناكم، فكروا كتير منيح. مين كمان؟ حورية وندى، مين كمان؟ يلا أصدقائي أنا وريمبو عم نستنى مشاركاتكم، فكروا كتير منيح وكتبوا اتصالاتكم، شاركوني كل اتصالاتكم واتصلوا فينا. مين رح يكون صديقنا اللي كمان رح يرجع يتصل فينا هلأ ويخبرنا شو الجواب؟ أصدقائي كتبوا اتصالاتكم. سؤالنا كان بيقول: لعبة إماراتية شعبية عبارة عن قطعة زجاجية كروية الشكل، حيث يتم لعبها بعدة أشكال بهدف الحصول على عدد أكبر من هذه القطعة الزجاجية الكروية، وهي من الألعاب المفضلة لدى الأولاد. طبعا أنا أسفة نسيت صديقتي عذيبة والشلة، لازم يشاركونا أصدقائي. أنا وريمبو أكيد اشتقنا كتير نسمع أصواتكم كلكم، نعرف مشاركاتكم وكمان نطمن عليكم. اتصال جديد ومنقول ألو. ألو، مرحبا، مين معي؟ ألو، مين معي؟ أميرة. أميرة، أهلا وسهلا، كيفك؟ منيحة؟ بخير الحمد لله، إن شاء الله تضلك بخير. خبريني أميرة من وين عم تحكينا وقد عمرك؟ أبو ظبي. أوكي، خبريني شو الجواب؟ أبو ظبي. شو الجواب أميرة؟ أتيلة. شكرا لك صديقتي، أنا أخذت إجابتك على آخر الوقت. أكيد أميرة أنا وريمبو بنتمنى تكوني صديقتنا الدائمة. وللأسف أصدقائي انتهى الوقت. سؤالنا كان بيقول: ما هي اللعبة الشعبية التي تتألف من قطع زجاجية كروية الشكل؟ والجواب أكيد صح التيلة. ألف مبروك للي شاركوا معنا، كل إجاباتكم كانت صحيحة، ورح نعرف ريمبو شو مخبي كمان ونقول ابدأ يا ريمبو. ريمبو ستوب. ريمبو أصدقائي وقف عند اللون الأزرق، وهاللون بيقول: هو مؤرخ من شمال أفريقيا ومولود في تونس، مؤسس علم الاجتماع، من أشهر كتبه العبر وديوان المبتدأ والخبر. انعزل عن الناس في سنوات عمره الأخيرة وتفرغ في البحث والتنقيب في العلوم الإنسانية ليكتب سفره أو بما عرف بالمقدمة الشهيرة له. من هو المؤرخ ومؤسس علم الاجتماع؟ رح أرجع كرر عليكم أصدقائي، اللون الأزرق كان بيقول: هو مؤرخ من شمال أفريقيا، ولد في تونس، وهو مؤسس علم الاجتماع، من أشهر كتبه العبر وديوان المبتدأ والخبر. انعزل عن الناس في سنوات عمره الأخيرة وتفرغ في البحث والتنقيب في العلوم الإنسانية ليكتب سفره أو بما عرف بالمقدمة الشهيرة له. من هو المؤرخ ومؤسس علم الاجتماع؟ فكروا كتير منيح أصدقائي، رح ناخذ أول اتصال ونقول ألو. ألو، يا أهلا وسهلا، خبريني حليمة، أول شيء قولي لي كيف كان الويكند معك؟ وايد حلو. والله وايد حلو، أوكي، إن شاء الله دايماً كل ويكند وكل الأيام. خبريني عرفتي شو الجواب؟ إيه. شو؟ ابن خلدون. كيف عرفتي؟ أنت قلتي لي إنك تحفظي أسماء المخترعين، صح؟ إيه. بس هذا شو؟ هذا مؤلف. هذا مؤلف. مؤرخ. إيه. أكيد؟ في علم الاجتماع، إيه. أوكي، طيب فاطمة رح تشارك؟ إيه. تمام. ألو؟ أهلاً أهلاً فاطمة. أهلاً. خبريني شو جوابك؟ ابن خلدون. كيف عرفتي؟ مدرسة. مدرسة، يا سلام، شكراً لكم أصدقائي المجتهدين والمركزين بدروسهم، إن شاء الله تكون إجاباتكم صحيحة. ابن خلدون، اتصال جديد ومنقول ألو. ألو؟ أهلاً وسهلاً فرح، خبريني شو جوابك؟ ابن خلدون. مدرسة ولا في حدا ساعدك؟ لا، من المدرسة. يا سلام يا سلام أصدقائي المجتهدين. أوكي، في حدا رح يشارك؟ لينا. ألو ألو. أهلا أهلا لينا، خبريني شو الجواب؟ ابن خلدون. أكيد من المدرسة عرفتي، صح؟ صح. طيب لينا، حمزة رح يشارك؟ أكيد. أوكي. ألو؟ أهلا وسهلا حمزة، خبرني صديقي شو جوابك؟ ابن خلدون.
شكرا لكم يا اصدقائي فرح لينا وحمزه، ان شاء الله تكون اجاباتكم صحيحه. ابن خلدون، يا ترى مين لسه من الاصدقاء رح يشاركونا؟ صديقتي اميره انا ورينبو عم استنى اتصالك لحتى نتعرف عليك اكثر ولحتى كمان تخبرينا الجواب. فكروا كثير منيح كل اصدقائي اللي عم بتشوفونا، فكروا اذا ما كنتوا عارفين الجواب اكيد بتقدروا تطلبوا المساعده من الموجودين معكم عم يحضرونا وكمان من جوجل، اكيد 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 رح يعطيكم الجواب الصحيح. وكمان اذا بتقدروا تعتمدوا على خبراتكم المدرسيه مثل ما عملوا حليمه وفاطمه وفرح اكيد ما بقول لا، عم بستنى اجاباتكم وعم بستنى تشاركونا. اتصال جديد وبنقول الو. الو الو الو، مرحبا، مين معي؟ اميره. اهلا وسهلا فيكي من جديد. اميره. أوكي. اميره هلا معنا شويه وقت، خبريني قد عمرك؟ ألو؟ قد عمرك؟ 6 سنين. العمر كله 6 سنين. يعني سنين. دخلتي مدرسة ولا لسه؟ دخلتي صح؟ دخلتي مدرسة؟ الصف الثاني. الصف الثاني. أيوة. أوكي صديقتي، عرفتي شو الجواب؟ أبو الخيدون. أوكي. بالخيدون. طب قولي لي، ما بقول لحدا، مين ساعدك؟ ماما؟ ماما ساعدتك؟ ايوه. الله يحفظها وشكرا لك اميره. أيوة. ان شاء الله تكون اجابتك صحيحه يا صديقتي ابن خلدون، ان شاء الله تكون اجابتك صحيحه وتكوني نجمه الاسبوع. ومن بين الرابحين معنا رح ذكرك اميره او رح خبرك اذا اول مره بتتواصلي معنا فيها انه لازم تشاركينا اليوم وكمان نهار الثلاثاء، تكتبي اتصالاتك وتشاركي يعني قد ما بتقدري على اسئله لحتى يكون عندك فرصه تدخلي السحب نهار الخميس وتكوني من بين الرابحين وتتواجدي معي هون بالاستوديو لحتى نعرف انا وياكي من نجم الاسبوع. اتصال جديد وبنقول الو. الو. مرحبا. نور. اهلا وسهلا، كيفك اليوم؟ الحمد لله. الحمد لله. خبريني صديقتي، عرفتي شو الجواب؟ كيف عرفتي؟ ماما. الله يحفظها. حور، في حدا رح يشارك؟ اوكي. اخور. تمام. هلا. مرحبا، مين معي؟ ساجد. ساجد، اهلا وسهلا فيك، خبرني ساجد، قدرت تعرف شو الجواب؟ ابو غلطان. اوكي، كمان ماما ساعدتك صح؟ صح. الله يحفظها، شكرا لكم حور وساجد، ان شاء الله تكون اجاباتكم صحيحه. فكروا كثير منيح يا اصدقائي لحتى نعرف من هو المؤرخ ومؤسس علم الاجتماع. شاركونا مجموعه من الاصدقاء وكانت اجاباتهم ابن خلدون، يا ترى صح او خطا؟ اكيد رح نعرف بنهايه الوقت المخصص لهذا السؤال. هلا كل اللي عليكم تفكروا تسألوا وكمان إذا ما كنتوا كتير كتير متأكدين من المعلومة بتقدروا تسألوا جوجل اللي أكيد بيساعدكم لحتى توصلوا للجواب الصحيح. وتذكروا دائما أنه كل الهدف من رينبو أنكم أنتوا تدوروا منيح على الجواب تحفظوا وتتصلوا فينا. للأسف أصدقائي بدأ العد التنازلي وانتهى الوقت. سؤالنا كان بيقول من هو المؤرخ ومؤسس علم الاجتماع والجواب أكيد صح ابن خلدون. ألف مبروك لكل اللي شاركوا معنا، كل إجاباتكم كانت صحيحة ورينبو لسه مخبي معلومات بس بعد البريك. ورجعنا لكم أصدقائي لحتى نكمل تحدياتنا لليوم. بدي أذكركم أنه كل المطلوب منكم تفكروا كتير منيح، تشاركوني كل اتصالاتكم وإجاباتكم حتى لما كنتوا كتير متأكدين، أنا ورينبو رح نحاول قد ما نقدر نساعدكم لتربحوا معنا وتدخلوا السحب نهار الخميس وتقدروا تكونوا نجوم الأسبوع. رح نعرف رينبو شو مخبيلنا كمان لليوم ونقول ابدأ يا رينبو. رينبو ستوب. رينبو أصدقائي وقف عند اللون الأزرق، وهاللون بيقول هو خط وهمي يلتف حول كوكب الأرض أفقياً في منتصف المسافة بين قطبيه ويقسم الأرض إلى قسمين هما نصف الكرة الأرضية الشمالي ونصف الكرة الأرضية الجنوبي، ويعتبر هذا الخط بمثابة مرجع لمعرفة أغلب المناخات في العالم. ماذا يسمى الخط الوهمي الذي يقسم الكرة الأرضية إلى قسمين؟ رح أرجع أكرر عليكم أصدقائي، اللون الأزرق كان بيقول
هو خط وهمي يلتف حول كوكب الأرض أفقياً في منتصف المسافة بين قطبيه، ويقسم الأرض إلى قسمين هما نصف الكرة الشمالي ونصف الكرة الأرضية الجنوبي، ويعتبر هذا الخط بمثابة مرجع لمعرفة أغلب المناخات في العالم. ماذا يسمى الخط الوهمي الذي يقسم الكرة الأرضية إلى قسمين؟ فكروا كتير منيح يا أصدقائي وكثفوا اتصالاتكم، شاركوني كل إجاباتكم، سووا هيك عصف ذهني وتذكروا اسم هذا الخط، أنا متأكدة مارق معكم كلكم وكلكم سمعانين فيه، لهيك فكروا كتير منيح، كثفوا اتصالاتكم وتواصلوا معنا من خلال الاتصال على الرقم الموجود قدامكم لحتى يكون عندكم فرصة أكبر تقدروا تدخلوا معنا السحب نهار الخميس وتكونوا نجوم الأسبوع من بين الرابحين. رح أذكركم كل ما اتصلتوا أكثر كل ما كانت فرصتكم أكبر للربح. مين يا ترى رح يكون أول أصدقاء المشاركين معنا لهذا السؤال؟ كالعادة حليمة وفاطمة، ولا في حدا جديد هيك رح يسبقه إنه يتصل بسرعة ويخبرنا شو الجواب؟ فكروا كتير منيح أصدقائي نجوم اليوم أو أصدقائنا لليوم حليمة وفاطمة، فرح لينا وحمزة، وأكيد صديقتنا الجديدة أميرة. أنا عم بستناكم وعم بستنى كل الأصدقاء اللي كانوا تواصلوا معنا من قبل لحتى يتصلوا فينا ويخبرونا إجاباتهم. رح ناخذ أول اتصال ونقول ألو. ألو. اهلا اهلا يا صديقتي، خبريني لشوف عرفتي شو الجواب؟ خط الاستواء. اكيد اكيد. مساعده ولا بدون؟ بدون. معلومه سهله صح؟ صح. اوكي فاطمه رح تشارك. يلا تمام. الو. اهلا اهلا فاطمه، خبريني صديقتي قدرتي تعرفي شو الجواب؟ ها خط الاستواء. اكيد صح. اكيد. شكرا لكم صديقاتي حليمه وفاطمه، ان شاء الله تكون اجاباتكم صحيحه وتقدروا تكونوا من بين الرابحين معنا. فكروا كثير منيح يا اصدقائي، يعني حليمه وفاطمه هيك صاروا كثير قراب من ريمبو لدرجه انه دائما اول الاصدقاء المشاركين بيكونوا هن، ودائما بيساعدوا كمان باقي الاصدقاء لانه كثير ناس بتاخذ منكم الاجابات ترجع تتصل فيني وتخبرني اجاباتكم. اتصال جديد ونقول الو. الو. اهلا وسهلا فرح، خبريني شو جوابك؟ خط الاستواء. كيف عرفتي؟ أخذت من المدرسة. يا سلام. أوكي فرح، في حد رح يشارك؟ أليدا. ألو ألو. أهلا أهلا لينا، خبريني شو جوابك؟ خط الاستواء. كيف عرفتي؟ من فرح؟ شو قول؟ من فرح لينا؟ بالبرنامج شريتك بإيدك. يا سلام، كثير منيح. طيب انه بعدكم متذكرين المعلومات، هذا الشيء كثير منيح، شجعتوني اكثر. يعني حمزه شارك، شكله انقطع الاتصال، شجعتوني كثير انه اعطيكم معلومات اكثر بما انكم متذكرين من رمضان هديتك بايدك والمعلومات، فانا دائما رح ضلني عم بعطيكم المعلومات ضلكم متذكرينها مشان رمضان هالسنه كمان تشاركوا وتكونوا بتعرفوا المعلومات. اتصال جديد ونقول الو. الو. حور. اهلا وسهلا فيكي، خبريني شو الجواب؟ خط الاستواء. اوكي حور، ذكريني قد ايه عمرك؟ 5. العمر كله. طب كيف عرفتي؟ حدا ساعدك؟ ماما. الله يخلي لك الماما، خبريني حور في حدا رح يشارك؟ اوكي. اخوك. اوكي. الو. اهلا وسهلا ساجد صح؟ اهلا وسهلا فيك صديقي، خبرني قدرت تعرف شو الجواب؟ شو؟ خط الاستواء. اكيد اكيد اكيد. يا سلام، شكرا لكم حور وساجد، ان شاء الله تكون اجاباتكم صحيحه. باقي حمزه. حمزه انا وريمبو عم نستنى اتصالك ومشاركتك يا صديقي، رح ناخذ اتصال ونقول الو. الو. اهلا وسهلا صديقي، خبرني عرفت شو الجواب؟ خط الاستواء. انت ساعدت فرح ولا فرح ساعدتك؟ لا فرح ساعدتنا. اوكي شكرا لفرح وشكرا لك حمزه، ان شاء الله تكون اجابتك صحيحه يا صديقي وتقدر تكون من بين الرابحين. اتصال جديد وبنقول الو. الو. الو الو. الو. كانه صديقتي الجديده اميره. اهلا وسهلا فيكي، خبريني اميره شو الجواب؟ خط الاستواء. اكيد خط الاستواء. اوكي شكرا لك يا صديقتي،
شكرا لك، ان شاء الله تكون اجابتك صحيحه. اميره لما تتصلي فينا اسمعيني من التليفون مو من التلفزيون عشان تقدري تسمعيني بوضوح، وانا كمان اقدر اسمع اجابتك بوضوح. مين لسه من الاصدقاء رح يشاركونا؟ فكروا كثير منيح يا اصدقائي، كتفوا اتصالاتكم وشاركوني كل اجاباتكم لحتى تزيد فرصتكم تقدروا تربحوا معنا وتدخلوا السحب نهار الخميس وتحصلوا على جوائز كثير قيمه ومميزه. مين 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 من الاصدقاء رح يشاركنا؟ مين رح يكون الصديق اللي رح يتصل فينا هلا ويخبرني الاجابه؟ رح ارجع اكرر عليكم يا اصدقائي، اللون الازرق كان بيقول هو خط وهمي يلتف حول كوكب الأرض أفقيا في منتصف المسافة بين قطبيه، ويقسم الأرض إلى قسمين هما نصف الكرة الأرضية الشمالي ونصف الكرة الأرضية الجنوبي، ويعتبر هذا الخط بمثابة مرجع لمعرفة أغلب المناخات في العالم. ماذا يسمى الخط الوهمي الذي يقسم الكرة الأرضية إلى قسمين؟ شاركونا مجموعة من الأصدقاء وكانوا متفقين على الجواب، بس يا ترى جوابهم صح او خطا؟ اكيد رح نعرف بنهايه الوقت المحدد لهذا السؤال. سمعنا خلص الوقت. بدا العد التنازل يا اصدقائي ورح ينتهي الوقت. 2 1 وانتهى الوقت. اصدقائي سؤالنا كان بيقول ماذا يسمى الخط الوهمي الذي يقسم الكرة الأرضية إلى قسمين؟ والجواب أكيد صح، خط الاستواء. ألف مبروك لكل اللي شاركوا معنا، كل إجاباتكم كانت صحيحة، وهذا الشيء بأهلكم تدخلوا معنا السحب نهار الخميس. بس لسه خليكم عم بتكتبوا اتصالاتكم وعم بتشاركونا على كل الأسئلة لحتى يكون عندكم فرصة أكبر تربحوا وتكونوا نجوم الأسبوع. رح نعرف ريمبو شو مخبي كمان ونقول يا ريمبو. ريمبو ستوب. ريمبو أصدقائي وقف عند اللون البنفسجي، وهاللون بيقول وكالة تتبع منظمة الأمم المتحدة التي تأسست عام 1945، هدفها الرئيسي هو المساهمة بنشر السلام والأمن عن طريق رفع مستوى التعاون بين دول العالم في مجالات التربية والتعليم والثقافة، لإحلال الاحترام العالمي للعدالة ولسيادة القانون ولحقوق الإنسان ومبدأ الحرية الأساسية. ما هو اسم منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة؟ رح أرجع أكرر عليكم أصدقائي، اللون البنفسجي كان بيقول وكالة تتبع منظمة الأمم المتحدة تأسست عام 1945، هدفها الرئيسي هو المساهمة بنشر السلام والأمان عن طريق رفع مستوى التعاون بين دول العالم في مجالات التربية والتعليم والثقافة، لإحلال الاحترام العالمي للعدالة ولسيادة القانون ولحقوق الإنسان ومبادئ الحرية الأساسية. ما هو اسم منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة؟ فكروا كثير منيح أصدقائي، كتبوا اتصالاتكم، شاركوني إجاباتكم وخبروني اسم هالمنظمة اللي لازم كلكم تكونوا عارفين اسمها ولازم كلكم تعرفوا عنها كثير معلومات لحتى لما حدا يسألكم عن اسمها تقولوا له إيه أكيد نحن بنعرف وتخبروني المعلومات. فكروا كثير منيح يا أصدقائي وكتبوا اتصالاتكم، شاركوني إجاباتكم. إذا ما كنتوا عارفين المعلومة أكيد بتقدروا تطلبوا المساعدة من الموجودين معكم من جوجل، وكمان بتقدروا تتصلوا فينا أنا وريمبو رح نحاول شوي نساعدكم، بس تخبروني أنتوا جواب وأنا بقول لكم إذا إيه أو لا. أوكي، فكروا كثير منيح اصدقائي، كتبوا اتصالاتكم. رح ناخذ اول اتصال ونقول الو. الو، اهلا اهلا حليمه، خبريني شو الجواب؟ يونيسيف. هلا هي يوني سي يونسكو. يونسكو. شو الجواب النهائي؟ يونسكو. اوكي فاطمه رح تشارك؟ ايه لاني مشاركه فيها في المدرسه. مشاركه بشو؟ بالمدرسه. اه اوكي طيب، برافو عليكي، خبريني فاطمه رح تشارك؟ ايه يلا تمام. الو، اهلا اهلا فاطمه، خبريني صديقتي شو الجواب؟ يونسكو. اوكي انت وحليمه عرفتوها لحالكم، ما حدا ساعدكم صح؟ لا، امي. ماما ساعدتكم؟ ايه. الله يحفظها وشكرا لكم حليمه وفاطمه، ان شاء الله تكون اجاباتكم صحيحه اليونسكو. فكروا كثير منيح يا اصدقائي، بتقدروا تسالوا الموجودين معكم وبتقدروا تستفيدوا من اجابات فاطمه وحليمه وتخبروني اجاباتكم. اتصال جديد بنقول الو.
الو، انا عم بسمع الجواب قبل ما اسمع الاسم. الو الو، اهلا وسهلا اميره، خبريني شو جوابك. اليون اسمه. طب قولي لي مين قال لك؟ ماما. متاكده الماما؟ ايوه. اوكي، شكرا لكم اصدقائي، الله يحفظ لك الماما يا رب، وشكرا لمشاركتك الدائمه معنا اميره. اكيد اكيد هذا الشيء رح يعزز فرصتك لحتى تدخلي معنا السحب نهار الخميس وتكوني ان شاء الله نجمه الاسبوع. اتصال جديد ومنقول الو. الو الو، اهلا اهلا لينا، خبريني شو جوابك. يونسكو. يونسكو صح؟ صح. هذا اخوي حمزه شارك. طبعا عادي. الو، اهلا وسهلا حمزه، خبرني يا صديقي شو الجواب. يونسكو. حدا ساعدك؟ لا. اكيد اكيد. انت عرفتها؟ يا سلام، برافو عليك حمزه. اللي عرفت تشارك؟ طبعا عادي. فرح يا فرح. الو، اهلا وسهلا، خبريني يا صديقتي شو الجواب. يونسكو. اكيد. آه. شكرا لكم اصدقائي فرح حمزه ولينا، ان شاء الله تكون اجاباتكم صحيحه، والحلو كمان انه ما حدا ساعدهم، شكله حمزه خبرهم الجواب، بس برافو عليكم اصدقائي. رح ناخذ اتصال جديد ونقول الو. الو 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 اصدقائي. الو الو، أنا ما عم بقدر أسمع بوضوح أبداً، صوت مو واضح للأسف، شكله انقطع الخط. أكيد صديقي أو صديقتي اللي كنتوا عم تجربوا تتواصلوا معنا، أنا وريمبو لسه عم نستناكم، عم نستنى اتصالكم. فكروا كتير منيح مين لسه من الأصدقاء رح يشاركونا. رح أرجع أكرر عليكم أصدقائي، لون البنفسجي كان بيقول: وكالة تتبع منظمة الأمم المتحدة، تأسست عام 1945، هدفها الرئيسي هو المساهمة بنشر السلام والأمن عن طريق رفع مستوى التعاون بين دول العالم في مجالات التربية والتعليم والثقافة لإحلال الاحترام العالمي للعدالة ولسيادة القانون ولحقوق الإنسان ومبادئ الحرية الأساسية. ما هو اسم منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة؟ رح ناخذ اتصال ونقول الو. حور، اهلا وسهلا، خبريني شو جوابك. شو؟ كيف عرفتي؟ ماما. الله يخلي لك الماما. قولي لي ساجد رح يشارك؟ رح يشارك. اوكي. ساجد. الو ساجد، سامعني؟ صديقي الو الو، يا صديقي سامعني؟ انا مو سامعتك ابدا، للاسف انقطع الخط. ساجد، انا وريمبو لسه عم نستنى تشاركنا وتتصل فينا وتخبرنا اجابتك. فكروا كثير منيح اصدقائي، بلش الوقت يقرب لينتهي، فكروا كثفوا اتصالاتكم، شاركوني اجاباتكم. فيكم تعملوا مثل ما عملوا كل الاصدقاء تقريبا، تطلبوا المساعده من الموجودين معكم او من جوجل، او اذا كنتوا عارفين المعلومه ما تستنوا ولا تترددوا ابدا، اتصلوا فينا وتواصلوا معنا من خلال الاتصال على الرقم الموجود قدامكم. مين من الأصدقاء رح يشاركونا؟ لسه كمان فكروا كتير منيح أصدقائي. رح يبدأ العد التنازلي، يلا يا أصدقائي. مين بدأ العد التنازلي الخاص بهذا السؤال أصدقائي؟ 4. وانتهى الوقت. سؤالنا كان بيقول: ما هو اسم منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة؟ والجواب أكيد صح اليونسكو. ألف مبروك لكل اللي شاركوا معنا، كل إجاباتكم كانت صحيحة يا أصدقائي، وهذا الشيء اللي بيأهلكم وبيعزز الفرصة أنكم تدخلوا السحب نهار الخميس، تقدروا تكونوا نجوم الأسبوع ومن بين الرابحين. بدي أذكركم أنه نحن ما خبرناكم شو الهدية اليوم، أنا وريمبو حبينا نترك لكم إياها مفاجأة لنهار الثلاثة، رح نخبركم الهدية مشان تتصلوا فينا اليوم تشاركونا، وكمان تتصلوا نهار الثلاثة تخبروني كل معلوماتكم وتشاركوني وتكتبوا اتصالاتكم. وتذكروا أكيد كل ما تتصلوا فينا أكثر كل ما يكون عندكم فرصة أكبر لتربحوا. ريمبو لسه مخبي معلومات، بس بعد البريك. ورجعنا
رجعنا لكم أصدقائي لحتى نكمل تحدياتنا لليوم. بدي أذكركم أنه كل المطلوب منكم تفكروا كتير منيح، تكثفوا اتصالاتكم من خلال التواصل على الرقم الموجود قدامكم وتشاركوني كل إجاباتكم. رح نعرف ريمبو شو مخبي لليوم ونقول ابدأ يا ريمبو. ريمبو ستوب. ريمبو أصدقائي وقف عند اللون الأخضر، وهاللون بيقول عالم رياضيات وفلك، يعتبر من أوائل علماء الرياضيات المسلمين. ساهمت أعماله بدور كبير في تقدم الرياضيات في عصره، وهو مؤسس علم الجبر في القرن الثاني عشر. كتب في علم الفلك وله أسلوب منهجي في حل المعادلات الخطية والتربيعية. من هو عالم الرياضيات والفلك ومؤسس علم الجبر؟ رح أرجع أكرر عليكم أصدقائي سؤالنا، بيقول عالم رياضيات وفلك يعتبر من أوائل علماء رياضيات المسلمين، ساهمت أعماله بدور كبير في تقدم الرياضيات في عصره، وهو مؤسس علم الجبر في القرن الثاني عشر. كتب في علم الفلك وله أسلوب منهجي في حل المعادلات الخطية والتربيعية. من هو عالم الرياضيات والفلك ومؤسس علم الجبر؟ مين رح يكون معنا يا ترى؟ حليمة رح تعرف هذا الاسم تتصل فينا؟ أكيد رح نعرف وناخذ أول اتصال ونقول ألو. ألو. أهلا وسهلا فيكي، خبريني بالأول شاطرة بالرياضيات ولا لا؟ إيه شاطرة كتير؟ أكيد نيالك. إيه. خبريني حليمة، عرفتي شو الجواب؟ إيه. شو؟ محمد بن موسى الخوارزمي. يا سلام الاسم الكامل. أوكي فاطمة رح تشارك؟ Good night. Good night. ألو. أهلا وسهلا فاطمة، خبريني يا صديقتي عرفتي شو الجواب؟ خوارزمي. أكيد أكيد. شكرا لكم صديقاتي حليمة وفاطمة، إن شاء الله تكون إجاباتكم صحيحة. محمد بن موسى الخوارزمي أو الخوارزمي، يا ترى يا أصدقائي صح أو خطأ؟ أكيد رح نعرف بنهاية الوقت المخصص لهذا السؤال. اتصال جديد ونقول ألو. ألو. فرح أهلا وسهلا فيكي، خبرينا عرفت شو الجواب؟ محمد بن موسى الخوارزمي. كيف عرفتي؟ أخذتها بالمدرسة. برافو عليكي فرح. أوكي في حدا رح يشارك؟ آلينا. أوكي إيش؟ إذا بدك لينا فيك تقولي لي اسم الأخير. أهلا وسهلا فيكي، خبريني شو جوابك؟ خوارزمي. أكيد أكيد. أوكي في حد رح يشارك؟ أكيد حمزة. ألو. أهلا وسهلا حمزة، خبرني يا صديقي شو الجواب؟ الخوارزمي. أكيد صح؟ أكيد. شكراً لكم أصدقائي لينا فرح وحمزة، إن شاء الله تكون إجاباتكم صحيحة. أنا كتير مبسوطة أنه المعلومات اللي طرحناها اليوم مرقة معكم بالمدرسة وأنتوا عم تتذكروها وعم تتصلوا تشاركونا. اتصال جديد وبنقول ألو. ألو. أميرة. أيوة. أهلا وسهلا فيكي من جديد، خبريني أميرة شو الجواب؟ الخوارزمي. طب كيف عرفتي؟ من ماما. الله يخلي لك الماما وشكرا لك أميرة، إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة. صديقتي لازم تضلك حافظة كل هاي الإجابات اللي خبرتينا إياها أو اللي ماما خبرتك إياها من شان يكون عندك ثقافة عامة وتكوني بتعرفي كتير أشياء بكتير أمور. مين لسه من الأصدقاء رح يشاركونا؟ فكروا كتير منيح يا أصدقائي. سؤالنا كان بيقول عالم الرياضيات وفلك يعتبر من أوائل علماء الرياضيات المسلمين، ساهمت أعماله بدور كبير في تقدم الرياضيات في عصره، وهو مؤسس علم الجبر في القرن الثاني عشر. كتب في علم الفلك وله أسلوب منهجي في حل المعادلات الخطية والتربيعية. من هو عالم الرياضيات والفلك ومؤسس علم الجبر؟ شاركونا مجموعة من الأصدقاء وكانت إجاباتهم محمد بن موسى الخوارزمي، يا ترى صح أو خطأ؟ أكيد رح نعرف بنهاية الوقت المخصص لهذا السؤال. رح أذكركم أصدقائي كل ما كثفتوا اتصالاتكم أكثر كل ما كان عندكم فرصة أكبر لحتى تدخلوا معنا السحب نهار الخميس وتكونوا أنتم نجوم الأسبوع ومن بين الرابحين. هذا سؤالنا الأخير لليوم، بس لسه أكيد عندكم فرصة تشاركونا نهار الثلاثة، تكتفوا اتصالاتكم تتصلوا فينا بكل الأسئلة وتخبروني إجاباتكم. اتصال جديد ونقول ألو. ألو. أهلا وسهلا حور، خبريني معي؟ عم تسمعيني؟ عم تسمعيني؟ حور. ألو. عم تسمعيني؟ قولي لي إيه ولا لا؟
أنا ما عم بقدر أسمعك بوضوح أبداً للأسف، انقطع الخط. أكيد 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 أنا لسه عم بستنى اتصالك ومشاركتك، فكري كتير منيح. حور أنت وساجد خبروني شو إجاباتكم، وبتمنى أسمعكم أحسن من هيك لحتى أقدر أخذ إجاباتكم يا أصدقائي، ولحتى يكون عندكم فرصة أكبر تقدروا تدخلوا السحب معنا نهار الخميس لتكونوا نجوم الأسبوع بين الرابحين. مين لسه من الأصدقاء رح يشاركونا؟ فكروا كتير منيح يا أصدقائي، كتبوا اتصالاتكم شاركوني كل إجاباتكم، رح أرجع أكرر عليكم. سؤالنا بيقول: عالم رياضيات وفلك يعتبر من أوائل علماء الرياضيات للمسلمين، ساهمت أعماله بدور كبير في تقدم الرياضيات في عصره، وهو مؤسس علم الجبر في القرن الثاني عشر. كتب في علم الفلك وله أسلوب منهجي في حل المعادلات الخطية والتربيعية. من هو عالم الرياضيات والفلك ومؤسس علم الجبر؟ فكروا كتير منيح أصدقائي، واستغلوا الوقت القليل اللي لسه باقي معنا، وشاركوني كل إجاباتكم لحتى يكون عندكم فرصة أكبر تقدروا تدخلوا السحب وتكونوا نجوم الأسبوع من بين الرابحين. يا ترى مين لسه من الأصدقاء؟ للأسف يا أصدقائي بدأ العد التنازلي الخاص بهذا السؤال. أكيد بدي أتشكر حليمة وفاطمة فرح وحمزة ولينا وأميرة وحور وساجد، شكرا لمشاركاتكم أصدقائي. انتهى الوقت، سؤالنا كان بيقول: من هو عالم الرياضيات والفلك ومؤسس علم الجبر؟ والجواب أكيد صح الخوارزمي. ألف مبروك لكل اللي شاركوا معنا، كل إجاباتكم كانت صحيحة. للأسف أصدقائي مشوارنا بيوصل معكم للنهاية، لا تنسوا أبداً تشوفونا نهار الثلاثة بنفس الموعد الساعة 5 على قناة الفجيرة. هلأ صار وقت لكم، باي باي.